لكل للمزيد من التحليل حول أسواق المنطقة معنا مباشرة من الكويت فهد الرشيد مدير إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي. فهد أهلا وسهلا بك. فهد كنا بلشنا نشوف نتائج من الشركات السعودية وربما عم نشوف تباين في هذه النتائج في قطاع البتروكيماويات عم يستفيد من ارتفاع أسعار منتجاته، ولكن من ناحية أخرى شفنا المراعي كيف عانت بعض الشيء من أسعار المدخلات. هل ترى بأنه هذا النهج سوف نراه؟ هل ترى بأنه نتائج الربع الثالث بالأسواق الخليجية سوف نرى فيها انعكاسات لارتفاع التكاليف من ناحية المواد الأساسية وأيضا من ناحية الطاقة؟ نعم، صباح الخير أولا أختار والسادة المشاهدين. بلا شك يعني نتائج الربع الثالث راح تكون متباينة، لكن مثل ما قلت المنتجين البتروكيماويات وتحديدا اللي عندهم فيد ستوك أو لقيم ثابت فيكست راح يكون أدائها مميز جدا في الربع الثالث، وكذلك ربما في الربع الرابع نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز خصوصا في أوروبا وفي العالم بشكل عام. فنتوقع من الفيكست كوست برودوسرز منتجين البتروكيماويات اللي لديهم فيد ستوك او لقيم ثابت ان يكون ادائهم مميز وربما حتى افضل من توقعات المحللين. اما اللي يعتمدون على الكوموديتيز او السلع الاوليه راح يكون تاثيرها عكسي على هذه الشركات بلا شك. لكن فيما يخص المراعي وحتى يعني سدافكو وشركات التغذية بشكل عام بالمنطقة، لابد من أن نذكر أن يعني الربع الثاني والثالث من عام 2020 كانوا مرتفعين بشكل، الأرباح كانت مرتفعة بشكل كبير نتيجة البنت افتماد أو الطلب الناتج عن الاقتصاد الوطني ذلك الحين. فاليرونير كومبارسن او المقارنه مع الربع الثاني او الثالث من العام ربما لا تكون يعني محلها في الوقت الحالي. ماذا عن القطاع المصرفي ايضا وخاصه في ظل بدايه تخفيف ربما الدعم يلي أخذته المصارف من قبل البنوك المركزية، الخطط التحفيزية اللي أتت خلال جائحة كورونا، متى برأيك سوف نرى، هل برأيك سوف نرى ارتفاع للمخصصات ومتى؟ أنا ما أعتقد أنه راح يكون في ارتفاع للمخصصات، بالعكس يعني احنا شفنا كيو ان بي على سبيل المثال المصرف الوحيد اللي أعلن نتائجه في الخليج إلى هذا الوقت، كان في ارتفاع طفيف جدا في المخصصات. الكوست اوف ريسك الربع السابق كان 0.74 أصبح 0.8، فهو ارتفاع طفيف جدا، إلا أن نعتقد أن الترند بشكل عام وفي الكويت تحديدا راح يكون باتجاه تخفيض المخصصات على الأقل بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2020، وشاهدنا ذلك في أرباح الربع الثاني ونتوقع أن تستمر، لأن ما نعتقد أنه يعني راح تطلع يعني راح يكون في مخصصات نتيجة توقف أعمال في الفترة هذه، بل بالعكس جميع دول الخليج بلا استثناء اتجهت في الربع الثاني وما زال أو الربع الثالث عفوا نحو الانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية. فما نتوقع أن نجد مخصصات أعلى، بل نتوقع يعني بالكويت وحتى بالسعودية ارتفاع في الأرباح نتيجة تراجع في المخصصات، ونتيجة كذلك ارتفاع طفيف في القروض في الكويت وارتفاع أكبر في القروض في السعودية. فهد، بالتالي أي أسواق أنت برأيك بشكله الفرص الأفضل حاليا؟ كنا شفنا الزخم الأكبر من مؤخرا من نصيب سوق الأسهم السعودية. احنا يعني اعتقد السوق السعودي يتميز ان في عده عوامل ايجابيه. اولا يعني السوق قطاع البتروكيماويات السوق السعودي يشكل اكبر نسبه من اجمالي السوق بالمقارنه مع جميع اسواق الخليج الاخرى، وهذا القطاع راح يستفيد بشكل كبير ربما حتى يعني على الشورت والميديوم تيرم، ربما حتى يعني الى الربع الثاني من السنه الجايه نتيجه ارتفاع في اسعار الغاز. بالاضافه الى هذا اعتقد القطاع المصرفي في السعوديه يعني في طفره كبيره نتيجه نمو الاقراض الكبير اللي اتى مع التوسع في الاقراض للعقار السكني او المورجج لونز.
بالإضافة إلى هذا يعني تشهد السعودية إصلاحات كبيرة وكونسوليديشن كبير في الكثير من القطاعات وزيادة الاستثمار الحكومي والخاص. فالسوق السعودي يعتقد أن راح تستمر النتائج في التميز، لكن بشكل عام يعني احنا يعني نحاول نشوف القطاعات اللي راح تستفيد اكثر من الاسواق. نعتقد بالاضافه الى قطاع البتروكيماويات نعتقد الاسهم ذات التوزيعات الماليه العاليه الهاي ديفيدند ييلد بينج ستوكس عاده ما يكون ادائها ايجابي في الربع الرابع والربع الاول. كما نعتقد ان البنوك في الكويت اذا ما كان في اي تطورات على صعيد رفع الدين العام او رفع سقف الدين العام بالاضافه الى اقرار قانون للرهن العقاري مشابه لما هو معمول عليه في السعوديه راح يؤثر بشكل ايجابي جدا على نتائج البنوك الكويتيه تحديدا. شكرا لك فهد الرشيد، مدير اداره اسهم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المركز المالي.